السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة اللي نتعرف على الأشغال تاع النفق تاع جبل الوحش. وهنا نشوف النفق هذا هنايا، هذا هو هنا. نشوف الطول تاع النفق هذا يبلغ حوالي 1900 متر، 2000 متر يعني النقطة هذه للنقطة هذه. وهنا نشوف طريق السيار الشيخ ظل، وهنا المخرج تاع النفق، وهنا نشوف طريق الاجتناب يعني باش نعرفوا الصعوبة اللي يلقاها السائقون تاع طريق السيار مركبات. نشوف يعني الديفياسيون هذه هنا، هذا هو الحل اللي راه موجود حاليا. نشوف الطريق هذه منعرجات خطيرة جدا التي نجدها هنا في لتفادي إذن النفق هذا اللي راه قيد الأشغال. وعندنا صور تاع الأسبوع هذا اللي بمناسبة زيارة وزير الأشغال العمومية إلى هذا المشروع تاع الإشغال تاع النفق هذا. وهنا نشوف الغابة تاع جبل الوحش، وكذلك نشوف هنا البحيرات اللي تكلمت عليها في عدة فيديوهات سابقا. هذه البحيرات هنا واللي تقع فوق النفق، هذه البحيرات تقع مباشرة فوق النفق وتخلق خلقت مشاكل، لأن الدراسة في الأول كان فيها دراسة. هي الممكن يعني الإنسان، احنا شفنا يعني مشاريع تاع أنفاق تحت البحر ماشي حتى تحت بحيرات كما هذه، لكن الفرق هو أنه في المشروع هذا الدراسة كانت غالطة، يعني دراسة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه التسربة تاع المياه. كان من الأول كانت الدراسة يعني جيدة، كانت الأشغال تمشي بطريقة سلسة وما يكونش فيه مشكل في الأشغال، إذا كانت يعني البحيرات هذه كانت أخذت بعين الاعتبار. إذا بسبب دراسة خاطئة من البداية، ف يعني المشروع هذا تعرض إلى عدة توقفات. والآن الأشغال حسب تصريح الوزير اللي سوف نشاهده في الفيديو هذا، الأشغال يعني النفق الأول فيه زوج أنفاق هنايا نتاع ثلاثة أروقة. النفق الأول سيسلم في السداسي الأول من سنة 2024، والنفق الثاني يروح إلى نهاية سنة 2024، يعني على في أحسن في الظروف سوف تنتهي الأشغال في ظرف يعني حوالي عام، إذا كانت الأمور مشات بالشيء المطلوب. إذا نخليكم تتابعوا الزيارة تاع وزير الأشغال العمومية للمشروع، ونشوفوا الحالة تاع الأشغال بالصور. إذا تابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم. طريق السيار اللي هو مكتمل الان رانا نشوفوه من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، راهو مكتمل. بقى فيه هذا المشروع، هذا الجزء، هذا المقطع اللي راهو كان فيه وقع فيه مشكل اللي هي في 2014، وعندنا شركه لنا الوطنيه اللي راهي تقوم باشغال او تهيئه هذا المشروع. راكم تشوفوا باللي التهيئه هذه هي مركبه وفيها معقده وفيها دقيقه، ولهذا يكون الانجاز راه ممكن يكون نعقل، لان كان فيها تلاشي كل التربه حول هذا النفق. وان شاء الله كل هذا كل التجهيزات الامنيه هنا تكمل في الثلاثي الاول للعام المقبل 24، ونكون نقدروا نستغلوه بصفه جزئيه. احنا في انتظار النفق الثاني اللي هو رايح يكفلوا به الان، باش طلبنا منهم باش في اواخر 24 نقدروا نستعملوه.